أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، ونستهل نشرتنا بأبرز العناوين. البابا فرانسيس: المرأة تتميز بالقدرة على استعمال لغات العقل والقلب والأيادي. البطريرك ثيوفيلوس يترأس شعائر تقديس زيت مباركة ملك بريطانيا. بطريركية اللاتين تبارك انطلاقة الأمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية في الأردن. مراسم احتفالية لدخول المطران مار أنتيموس جاك يعقوب المدينة المقدسة. تعيين الأب إبراهيم نفاع مرشدا روحيا للأخويات المريمية. وفيها أيضا روحانية الصوم المسيحي في حلقة من برنامج صباحكم نور. أهلا بكم. استقبل قداسة البابا فرانسيس عددا من سيدات العالم من ديانات مختلفة، وخلال اللقاء أشاد قداسته بقدرة المرأة على استخدام ثلاث لغات معا، لغة العقل والقلب والأيادي. وتابع الأب الأقدس قائلا: إن المرأة تفكر فيما تشعر به، وهذا شيء عظيم، حيث أن لديها القدرة على التفكير وإدارة الأمور بشكل يختلف عن الرجل، بل وربما أفضل من الرجال، وهو ما نراه في الفاتيكان أيضا. فحينما تمت الاستعانة بالنساء تغيرت الأمور وصارت إلى الأمام. وأشارت السيدات إلى أنهن فريق واحد متعدد الثقافات والأديان والأعمال، ووصفن هذا التنوع بنقطة قوة لمسيرتهن في الحياة. ترأس غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس وسائر أعمال الأردن وفلسطين شعائر تقديس الزيت الذي سيستخدم في مباركة جلالة ملك بريطانيا تشارلز الثالث في 6 أيار القادم. وتبع غبطة بطريرك القدس في شعائر منفصلة المطران حسام نعوم رئيس أساقفة الكنيسة الإنجيلية في القدس. وجرت هذه الشعائر في كنيسة القيامة بحضور جمع من المطارنة والأباء الكهنة. وشكر كبير أساقفة إنجلترا جاستن ويلبي غبطته على توفير زيت المباركة الذي يعكس ارتباط جذور العائلة الملكية بالأرض المقدسة. واختتم رئيس الأساقفة ويلبي بيانه بالقول: بينما نستعد لمباركة جلالة الملك والملكة، أدعو الله أن يرشدهما ويقويهما بالروح القدس. من جهة ثانية، جدد رؤساء الكنائس في المدينة المقدسة دعوتهم للتهدئة الفورية في الأراضي الفلسطينية، وأصدروا بياناً جاء فيه: إننا بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس نشعر بالحزن إزاء التصعيد الأخير لدائرة العنف في الأرض المقدسة. وأشار البيان إلى أن هذه التطورات المؤلمة تستدعي تهدئة فورية للتوترات القائمة وإيجاد حل نهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. وأضاف رؤساء الكنائس في القدس: إننا مع كل أصحاب النيات الحسنة نصلي إلى الرب من أجل السلام والعدالة في أرضنا المقدسة، حيث يعاني الجميع بسبب هذا الصراع الطويل والأليم. ترأس سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن قداساً احتفالياً لمباركة الانطلاقة الجديدة للأمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية في الأردن بحضور أمينها العام في المملكة الدكتور نبيل خرمان وعددا من الكهنة والشمامسة والراهبات وجمع من الفعاليات التربوية. وقد جرى الاحتفال في كنيسة الراعي الصالح بمركز سيدة السلام التابع للبطريركية اللاتينية قرب طريق المطار. نرفع الشكر لله على عملنا، على رسالتنا، على مدارسنا، هذه المدارس التي من خلالها نبني ملكوت الله. بواسطة هذه الرسالة التي نقوم بها، هذه التنشئة المتكاملة من جميع النواحي الأكاديمية والإنسانية والاجتماعية والروحية، من أجل كل هذا نرفع آيات الشكر لله تعالى. نقف أمام اليوم، نقف متحدين معاً مع بعض كلنا أمام الله، طالبين نعمه وقوته حتى نكون دائماً متحدين فيما بيننا، حتى نكون واحداً عندما يجمعنا السيد المسيح. لذلك نجتمع اليوم حول الهيكل المقدس، يجمعنا إيماننا بالسيد المسيح، وتجمعنا هذه الرسالة أيضاً الواحدة التي نقوم بها. كهنة ورهبان ومكرسين وعلمانيين، جميعنا نقوم بهذه الرسالة. الدور الأكبر في رسالتنا يقع على عاتق العلمانيين. قداسة البابا بركز كثير على العلمانيين الذين هم مؤمنون بالمسيح. وقبل أيام
قال قداسة البابا أمام المؤمنين: المؤمنون العلمانيون هم رجال ونساء الكنيسة في قلب العالم، ورجال ونساء العالم في قلب الكنيسة. إذن كلنا نحمل هذه المسؤولية بشكل مشترك فيما بيننا. قام رؤساء الجمعيات العشائرية في مدينة الفحيص بزيارة إلى مطرانية اللاتين بعمان. التقوا خلالها سيادة المطران جمال خضر والأمين العام للمطرانية الأب عماد علامات، بحضور كاهني رعية اللاتين في الفحيص الأب عماد طوال والأب ماثيو. وشدد رؤساء الجمعيات خلال اللقاء على أهمية التواصل المستمر بين الجمعيات العشائرية في مدينة الفحيص مع مختلف الكنائس الرسولية في المملكة. وقدم الوفد الزائر شرحا تفصيليا لأبرز النشاطات والفعاليات التي تنفذها الجمعيات بالشراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع المحلي بالمدينة، وطرحوا أمام سيادته عددا من القضايا التي تهم المدينة على الصعيدين الرعوي والتعليمي. ترأس الإرش مدريد خريستوفوروس خدمة صلاة المديح الأول لوالدة الإله، وذلك في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس في عمان، التي نقل فيها إلى الرعية المؤمنة بركة سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس. وفي عظة الخدمة تحدث الأيكونومس إبراهيم دبور قائلا: لقد توقفت سلالة آدم بولادة الله الكلمة من العذراء مريم ليكون آدم الجديد، ونحن به خليقة جديدة نجاهد ونسعى للعودة إلى الفردوس بالبتولية والصوم المقدس. عاون الإرش مدريد خريستوفوروس في الخدمة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة بحضور جمع من المؤمنين. أقيمت في الأسبوع الأول من الصوم الأربعين المقدس خدمة القداس الإلهي في موضع الجلجلة بالقدس، حيث تم فيه رسامة الشماس ستافروس عرانكي كاهنا بوضع يد سيادة رئيس أساقفة بلة للروم الأرثوذكس كيريوس فيلومينوس. وخلال القداس قرأ سيادة المطران الصلاة الخاصة بوضع اليد، وعلت بعدها أصوات المصلين بمستحق مستحق مستحق. وبعد القداس توجه الكاهن الجديد مع المطران والآباء لدار البطريركية لأخذ بركة غبطة البطريرك كيريوس كيريوس تيوفيلوس الثالث. وفي الأرض المقدسة أقيمت صلاة المدائح الثانية لوالدة الإله في كنيسة الأم البتول للروم الملكين الكاثوليك في بيت لحم. ترأس الصلاة الأيكونومس يعقوب أبو سعدة راعي الكنيسة بمشاركة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة والراهبات وحشد من المؤمنين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مرين الحدوة. ترأس الأيكونوموس يعقوب أبو سعدة كاهن كنيسة الأم البتول للروم الملكيين الكاثوليك في بيت لحم صلاة المدائح الثانية لوالدة الإله فائقة القداسة، حيث أقيمت الصلاة بمشاركة المعهد الإكليريكي ممثلة برئيس المعهد الأب برنارد بوجي والأب عامر جبران والشمامسة والراهبات وطلاب المعهد الإكليريكي والمؤمنين، حيث تعالت أصوات المرنمين بالمدائح. وفي كلمة للأيكونوموس يعقوب، حيث شكر بدوره نورسات الأردن لتغطيتها الصلوات والاحتفالات من الأراضي المقدسة للعالم من خلال هذه المنصة العريقة، وخصوصا ونحن بأمس الحاجة للصلوات، كما تمنى للجميع العيش بزمن الصوم بحب وسلام. كما شكر المعهد الإكليريكي للمشاركة في هذه الصلاة ومدائح أمنا مريم العذراء والدة الإله بزمن الصوم الأربعيني. سعيد أن ألتقي اليوم بنورسات اللي من الأردن، طبعا في بلادنا كمان نحييها، و إن شاء الله ربنا بيقويها وبيقوي إيماننا المسيحي حتى تنقل دائما أخبار الكنائس المسيحية في هذه الأرض المقدسة كما تفعل أو يفعل آخرون فيها في الأردن. فهذه نعمة كبيرة إنه نجد أيضا أناس بيهتموا بهالنشرة أو بهالغذاء الروحي اللي بيبعتوها للنفوس الموجودة في الأرض الأردنية أو في القرى هنا هناك يسمعون كلمة الله. والله
هو يبارك كل الذين يتقونه. والعذراء تحمينا، نحن كنيستنا على اسم العذراء مريم، فنطلب من العذراء مريم شفيعة كنيستنا وشفيعة فلسطين وشفيعة العالم أن تنعم علينا بالصحة والسعادة وشوية هدوء وشوية استقرار في هذا البلد الجريح. فالسلام عليك يا كنز النقاوة، يا من بها نهضنا من سقطتنا. السلام عليك أيتها السيدة يا سوسنا فواحا يعطر المؤمنين، يا بخورا ذكيا وطيبا جزيل الثمن. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة الأم البتول للروم الملكيين الكاثوليك بيت لحم. ومن المدينة المقدسة أيضا ووسط حضور رسمي وشعبي مهيب، أقيمت مراسم احتفالية الدخول الرسمي لنيافة المطران مار أنتيموس جاك يعقوب بعد تعيينه كنائب بطريركي لأبرشية القدس والأردني وسائر الديار المقدسة. وقد انطلق الموكب سيرا على الأقدام على أنغاب الفرقة الموسيقية الكشفية السريانية من ساحة باب الخليل متوجها لكنيسة القيامة، حيث كان في استقباله ممثلو رؤساء الكنائس ووفود رسمية وحشد كبير من المستقبلين. بعدها توجه موكب نيافته إلى كنيسة الأرمن، حيث كان في استقباله ممثل بطريرك الأرمن الأرثوذكس في القدس، وبدوره تقدم المطران يعقوب بأسمى معاني الشكر على حسن الاستقبال، معربا عن سعادته بالحفاوة الكبيرة التي قوبل بها، مشددا على أن أهم ما يربطنا هو العمل على أن نكون كنيسة واحدة بقلب واحد وإيمان صادق. في رسالة أبوية وجهها سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن إلى الأب إبراهيم نفاع، كلفه من خلالها بالرعاية الروحية والإرشادية للأخويات المريمية في الأردن. نورسات الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين ممثلة بالمديرة الإقليمية للقناة الدكتورة باسم السمعان وكافة فريق العمل يتقدمون من الأب نفاع بأحر التهاني، متمنين له مزيدا من التقدم في خدمة الكنيسة الكاثوليكية. أقيمت في كنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك في إربد صلاة يا رب القوات، والتي تقام يوميا في ذات الكنيسة طوال زمن الصوم الأربعين المقدس. وقد ترأس الصلاة قدس الأب غالب بواب بمصاحبة جوقة الكورال التي قدمت أداء رائعا بترانيم إيمانية وألحان شجية وسط حضور عدد من المؤمنين. وتضمنت هذه الصلاة بطقوسها المختلفة ترانيم خشوعية ترتل في زمن الصوم المقدس، إذ هي دعوة لوجوب فحص ذواتنا بصورة مجردة وموضوعية بقول يا رب القوات كن معنا فليس لنا في الأحزان معين سواك، وهو نداء موجه إلينا لنتحرر من قيود حياتنا اليومية بقلوب تائبة ونيات خالصة لنيل رحمة الرب. بدعوة من رابطة مسيحي المشرق في الأردن، ألقى الدكتور حيدر هلسي محاضرة في قاعة جمعية الحصن التعاونية بعمان، وكانت بعنوان المسيحيون العرب في جزيرة العرب قبل ظهور الإسلام. وأكد الدكتور هلسي في محاضرته التي شهدها عدد من المهتمين بالشأن التاريخي بأن المسيحية دخلت إلى شبه جزيرة العرب حوالي القرن الرابع الميلادي، وأن تلاميذ السيد المسيح هم أول من بشروا بالديانة المسيحية في الجزيرة العربية وساعدوا أهل المنطقة في نهضتهم الاقتصادية والاجتماعية وتمازجوا في ثقافتهم. وقد اعتنق قسم كبير من السكان الديانة المسيحية فأقيمت الكنائس والأديرة في مختلف الأمصار، كما كان للمسيحيين ولا زال دور بارز في نهضة الأمة العربية في مختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة متميزة بعنوان روحانية الصوم المسيحي، وقد استضاف البرنامج قدس الأب وسام منصور راعي كنيسة مار يوسف للاتين جبل عمان. وقد ركز الحديث على أن الصوم هو استعداد لمعايشة فرح القيامة في حياتنا والشعور مع الآخرين، لذلك توصي الكنيسة أبنائها أن يكونوا مخلصين للصوم وأن يمارسوه بفرح وابتهاج. فإلى هناك، إذا بدك تطلع على أجوبة السيد المسيح للشيطان كيف جاوبه، فبتلاقي أنه ركز يعني على أشياء مثل ما أنت قلت أنه الخطايا الكبرياء والغريزة والسلطة والسلطة، وقال له بعطيك كل الممالك بجعلك ملك على كل، يا ما الشيطان بيجربنا بهاي القصص
واحنا طبعا اتباعه صاير كثر الايامات هاي للشيطان. فبنرجع بنرجع بنعيد المشاهد الكتابيه والمشاهد الموروثه، بنرجع بنعيش تقاليدنا الاجتماعيه، وبنرجع بنعيش كل هذا زي ما بتقول هالزمن هالدولاب سنه ورا سنه ورا سنه ورا سنه وما عم نتغير. لسه الفتور فتور والبروده بروده، وايماننا احيانا نقف عاجزين نقيم ايماننا، منعرفش هل احنا مؤمنين، هل احنا ماشيين بالصراط زي ما بقولوا بالسليم. احيانا نشكك بايماننا انه احنا ماشيين كويس، مع انه احنا ما بنكون ماشيين كويس، بنقنع انفسنا احنا ماشيين كويس. عم بروح على الصلاه يوم الاحد بصلي، رحت على اربع الرمات صليت بهالف الزمن الاربعيني، رحت على درب الصليب مرتين، بعتبر انه انا قمت بواجبي، وانا ما باكل يوم الاربعاء والجمعه، هذا بكفي، بكفيني هذا الاشي اللي عم بسوي. اطلع على الباقي اللي مش عم بعمل ولا اشي، اطلع على غيري شو عم بسوي، ما عم بصوم ولا بروح على الكنيسه وكذا، انا لسه احسن منه مليون مره. بصير اقعد اقارن بيني وبين الاخرين، وبعتبر اللي عم بقوم فيه رح يوصل لي للمجد القيامه في النهايه وللملكوت. ماذا تقول بهذه الحاله؟ شوفي هلا التغيير بده جرأة. نعم. لما قال ابونا عن التغيير هو ان احنا بحاجه للتغيير، ولكن انك تغيري بدك جرأة. نعم. والتغيير ما ببلش بتغيير نمط الحياه الروحيه، ولكن في معنى الحياه الروحيه. نحن للاسف كثير من الاحيان لما بنعمل الطقوس اللي انت ساحكتيها، نعم، بنفكر وكانه نحن بنراضي ربنا. نعم. بعمل زي ما انت قلتي واجب علي. واجب. اوكي. وكأنه الله مستني مني أنه أجي أنا أصلي ولا أحضر أربع رماد ولا أحضر الأحد ولا درب الصليب ولا المدايح، وكأني أنا بزيد إشي على ربنا. نعم. إذا أنا سويت هاي الأمور، أنا في صلاتي أنا أبحث عن ربنا وأبحث عن نفسي، لأنه الله يبحث عني، بعطيني الطريق لما بدعوني للصلاة. الله ما ببحث عن ذاته، يعني الله ما بيبحث عن ذاته فينا. لما بيقول لك صلي من أجلك، من أجل ذاتك. نعم. من أجل حياتك الأرضية والسماوية. نعم. الإنسان اللي قادر أنه يعيش الوصايا وأنه يمشي بحسب إرادة المسيح وأنه يتمم حياته وواجباته الروحية والزمنية، رح يعيش بملء السلام والفرح على الأرض هون قبل ما يأخده كامل بالسماء. نعم. فالله لما بطلب الوصايا ولما بطلب منا بلسان الكنيسة الصوم والصلاة ودرب الصليب وحضور القداس، هو مش حتى نعمل فروض نحن نعطي واجب لربنا، لا، نحن ربنا عم بدور علينا زي ما قلت لك. نعم. زي ما انت بتقول لابنك ادرس كل اجتهد، انت ما بتدور على نفسك، انت بدك يا إله لمصلحته لخيره. نعم. بس ممكن يشوف طلبك انه كتير انا بديش ادرس، مش جعبة لأدرس، بس انت عم تطلبي منه بتشدي عليه لانك عارفه هاي الشغله لوين بتوديه، لوين. نعم. بتوصله. نعم. فعشان هيك ضروري جدا نعرف انه نحن بحاجه لجرأه لتغيير انماطنا الروحيه. نعم. ونبلش بجرأة انه انا يعني مش عم بسوي شيء زياده، اذا انا رحت حصل انا عم بدور. نعم. عم ببني نفسي، عم ببني حياتي، وعم بسعى انه ابني بيت في الملكوت في المجد. نعم. السماوي، مش على هاي الارض. كيف ترى الصوم الأربعيني هذه الأيام؟ عم نحكي عن روحانية الصوم مزبوط، لكن كيف ترى الأيام هاي؟ كيف يصومون الناس؟ وهل هذا الصوم رح يوصلهم للقيامة، أم عم بتشوف إنه في فتور أبونا في الروحانية؟ مثل ما تحدثنا في بداية حلقتنا اليوم عن الفتور الشباب، فتورهم الفتور الروحي، فماذا تقول أبونا بطرس؟ الصوم في المسيحية يعني مش بس فقط الانقطاع عن الطعام أو الشراب لمدة معينة. نعم. ولكن هو استمرار الحياة الروحية اللي لازم نعيشها كما علمنا يسوع المسيح وقال لتلاميذه صلوا بدون انقطاع. إذا الصلاة بتكون مرافقة دائما يعني مع الصوم. نعم. يعني ما قدر نفرق التنتين من بعض، ولكن في الإنسان بيكون بحاجة مرات إنه يخلو بنفسه يعيش حياة روحية، وهاي الحياة الروحية بتكون يجب أن يتقدس فيها الإنسان نفسا وجسدا. نعم. كثير منا في أحيان بفكروا إنه الصوم هو بس إحنا لازم نمتنع عن بعض الأطعمة، ولكن الصوم هو أيضا
قوم اللسان. نعم. وقوم اللسان احسن من اي شيء ثاني، ونحكيش كمان كلام يعني بطال، ويكون كلامنا دائما بايجابيه وبيكون بنعم موافقه لصيامنا. نعم. وكثير من الشباب الان في حاجه لهذه الاشياء، لانه خلي نغير الفكره الاساسيه من الصوم في حياتهم. الصوم هو يعني طريق طويل، ولكن هذا الطريق بيؤدي فينا الى القيامه، لانه احنا بنرى بعدين قيامه يسوع من بين الاموات. هذا بيكون حافز لنا في حياتنا اليوميه انه نكون دائما بقرب يسوع المسيح. نعم. بهذا وصلنا اعزائنا الى نهايه نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بابرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس: المرأة تتميز بالقدرة على استعمال لغات العقل والقلب والأيادي. البطريرك ثيوفيلوس يترأس شعائر تقديس زيت مباركة ملك بريطانيا. بطريركية اللاتين تبارك انطلاقة الأمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية في الأردن. مراسم احتفالية لدخول المطران مار أنتيموس جاك يعقوب المدينة المقدسة. تعيين الأب إبراهيم نفاع مرشداً روحياً للأخويات المريمية. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nursadjo.org. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.